بيكم، برحب بيكم في فيديو جديد النهارده عن العلاقات. والنهارده هنتكلم عن الاعجاب اللي لسه الشخص التاني او البارتنر بتاعك او الشخص اللي انت معجب بيه او بتحبه لسه ما جاش اعترف لك. والنهارده هقول علامه مهمه جدا جدا، بس هتكلم عنها باستفاضه. لو الشخص اللي انت معجب بيه وبتحبه بس لسه ما اعترفتوش لبعض بيعملها معاك، تاكد بنسبه 1000000% ان هو كمان بيبادلك نفس المشاعر، وان هو كمان بيحبك حتى لو هو لسه او بينه وبين نفسه مش معترف او هو لسه ما جاش اعترف لك. اول حاجه بشكركم جدا جدا على كل تعليقاتكم الايجابيه، وثانك يو لكل الناس اللي بتعمل لايك للفيديو. يا ريت تعملوا لايك للفيديو اول ما تتفرجوا على الفيديو، تشتركوا في القناه ولو لسه ما اشتركتوش، وتدخلوا تتفرجوا على البلاي ليست بتاعه العلاقات، هيبقى فيها فيديوهات مهمه كتيره جدا وهنتكلم فيها عن مواضيع كتير جدا جدا. طيب ايه هي العلامه اللي بتاكد لو انت مرتبط بحد او بتحب حد او معجب بحد؟ العلامه دي بتاكد لك ان هو بيحبك وان هو معجب بيك جدا جدا، حتى لو ما جاش قال لك كده في وجها لوجه ان هو معجب بيك وان هو عايز يرتبط بيك او whatever. ودي علامه بتتفق على الرجاله والستات، يعني هو يعني رجل او امراه هيعملوها لو هم في مشاعر ايجابيه في ناحيته. انا النهارده لما قررت اعمل الفيديو ده قررت اعمله عشان بنوته بعتت من المغرب، هي بتقول ان هي في حد في زمايلها في الجامعه هي معجبه بيه جدا وهي حاسه ان هو معجب بيها، بس هي مش عارفه اذا كان هو بيحبها ولا لا. فبتقولي ممكن تعملي لي فيديو تقولوا لي، بس هي قالت لي يعني سالتها 3 أسئلة وجاوبتني عليهم، عشان كده انا يعني قررت اعمل الفيديو ده على يعني على شرفها. هي اسمها اكرام، اهلا بيك يا اكرام، وشكرا لاهتمامك، شكرا الكلام حلو قوي قوي اللي انت بعته لي. يعني طيب ايه هي العلامه لما تكون انت معجب بشخص او بتحب حد ولما بيكون متضايق او مخنوق بيقرر ان هو يتصل بيك، ويعني بيقرر ان انت الشخص اللي لما يكون فعلا زعلان عايز يقعد معاك وعايز يختارك انت، ان هو عايز يحكي لك عايز يشتكي لك، ومع ان هو بيبقى out of the mood او بيبقى مكتئب او بيبقى مليان طاقه سلبيه ومليان حزن واعماقه كده عماله بتتقطع من جوه، الا ان هو بيقرر ان هو عايز يحكي لك انت، وبيتصل بيك يقول لك انا متضايق انا مخنوق انا عايز اشوفك عشان متضايق، او انا يعني زعلان، او ان انا مستاء. فتحس ان هو فكر فيك انت دونا عن كل اصحابه الناس التانية او قرايبه او اخواته علشان يحكي لك او يشتكي لك، فده معناه ان انت شخص قريب جدا جدا ليه. لان اكيد حتى لو انتوا اصدقاء، يعني انا بتكلم ان اكيد لو حد صديقي انا او اصدقائك القريبين، بس هما اللي بتبقى وانت مخنوق عايز تتكلم معاهم عايز تفتح لهم قلبهم. فانا بحس ان هي علامة قوية ان لو الشخص ده معجب بيك هيبقى عايز يشتكي لك انت ويحكي لك انت دونا عن الناس دي كلها. انا بحسها علامة بتؤكد قوة مشاعر الشخص ده ناحيتك، لان هو لو مش حاسس بكده هيبقى انت بالنسبة له شخص عادي، هيختار شخص تاني يروح يقول له انا عايز اتكلم معاك، انا زعلان منك. في حد بيقول انا زعلان منك، انا اتكلمت عن برج بطريقة مش حلوة خالص. يا جماعة يعني ممكن اقول حاجة بس عشان ده لايف، يعني هو انا لما بتكلم عن برج وحش ده مش معناه ان انت لازم تكون 100% متوافق مع الصفة دي، او اكيد انا مش قصدي يعني مش قصدي ازعلك، سوري يعني يا منى، اي ثينك منى يا منى. طيب نرجع تاني للموضوع اللي هو الشخص اللي العلامه ديت، فدي علامه قويه جدا جدا، لان يعني لما يكون واحد مخنوق كده او شخص مخنوق ومتضايق وحد مش مهم بالنسبه له جه يتكلم معاه، على فكره هيقفله هيقول له مثلا انا مش عايز اتكلم دلوقتي، انا لو سمحت انا مخنوق، فممكن نتكلم وقت تاني، او ممكن يتكلم بطريقه مش لطيفه، فده معناه ان هو انت شخص مش مهم. اما لما يكون الشخص في عز دقته في عز زعله تلاقيه بيتكلم معاك بمنتهى الاحتواء، وان هو عايز يحكي لك وعايز يشتكي لك وعايز ياخد رايك، تعرف وتتاكد ان الشخص ده انت ان هو بيعزك جدا، ان هو حطك في مرتبه قويه، ان هو عمره ما هيفكر في وقت خانقته. يعني دايما الواحد لما بيكون مخنوق مش طايق نفسه بيبقى مش عايز يتكلم مع حد، مش عايز يرغي مع حد، مش طايق نفسه، مش عايز اصلا يشوف حد في حياته. فلو انت الشخص اللي هو لما بيكون مخنوق بيفكر اول واحد بيفكر يلجا له ويجي يحكي له ويشتكي له ويبقى عايز يطلع كل حاجه جواه، تعرف ان الشخص ده فعلا يعني مشاعره ايجابيه جدا من ناحيته. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايزه اقولها برضو، ودي بحسها علامه قويه جدا وهي ليها علاقه بالعلامه الاولى، ان 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 لو انت لو الشخص ده مثلا زعلان متضايق متنرفز وانت كلمته وفي عز نرفزته مثلا لقيته كلمك بطريقه مش لطيفه، اللي هو لو سمحت انت مش شايف ان انا متعصب ازاي، انت ازاي تكلمني دلوقتي، او ازاي تكلميني دلوقتي بقول لك ايه باي 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 باي، او
يعني يطلع نرفزته وغله جواك وانتوا لسه ما اعترفتوش لبعض في الحب. اعرف ان انت الشخص ده انت مش لازمه، انت مش مهم بالنسبه له، انت عادي يعني، انت شخص عادي جدا جدا مش بتمثله اي حاجه. اما الشخص ده لو هو بيعزك او بيحبك، هو مثلا اتصلت فيه في موقف صعب جدا او في موقف ضيق جدا، هتلاقيه يقول لك طب معلش انا عندي ظروف قهريه جدا، بمنتهى الادب بمنتهى الذوق بمنتهى الشياكه هتلاقيه بيعتذر لك ويقول لك انا اسف، طب خليني اكلمك تاني، طب معلش هو الوقت مش مناسب، انا عندي بس مشكله وانا هكلمك احكي لك مثلا. فهتحس ان طريقته معاك حتى هو في ازمته او في عز ضيقته او في عز مشكلته هتلاقيه بيكلمك بمنتهى الاتيكيت والاليجنسي، لان ساعتها هو مش هيبقى بيمثل، ما يعرفش يمثل ساعتها، اللي هو حاسس بيه ناحيتك حقيقته هتبقى بتظهر من رياكشناته، هتبقى بتظهر من رياكشناته ومن ردود افعاله. فركزوا قوي في العلامتين دولت، لان العلامتين دول مهمين جدا جدا. لو حد ما اعترفلكش بحبه، لو الشخص ده في عز ضيقته في عز زعله في عز يعني استياءه وبيفكر فيك، وانت بتبقى الشخص اللي هو عايز يقعد معاك وهو مكتئب وبين لك كل لحظات ضعفه، اعرف ان انت شخص ذو قيمه عاليه جدا جدا بالنسبه له، لان مش اي حد انت تقعد تعيط قدامه، مش اي حد تقعد تشتكي عايز تكسر الدنيا قدامه. بالعكس لو حد تاني تبقى مش عايز يعني انت يعني صار يعني في اللفظ انت بتبقى مش همك منظرك قد ما همك ان انت تستريح، لان انت لما بتقعد مع الشخص ده ولما بتتكلم معاه بتحس براحه نفسيه وبقوه، بتحس بان يعني بوزيتيف انرجي يعني. وعايزه اقول لكم على حاجه دايما، عشان انا بقولها دايما كنصيحه عامه مني انا كرشا ليكم كاخوات ليا، يعني اللي انت اللي قلبك هيحس بيه ده حقيقه. يعني لو حسيت ان حد معجب بيك او حسيت يعني دايما عمر ما حد هيحس ان في حد معجب بيه وبيطلع شعور غلط، يعني تبقى قليله جدا جدا. بيقول لك ما يخرج من القلب بيصل الى القلب، يعني الحاجه اللي حد بيحس بيها بقلبه توصل بالقلب. يعني لو حد بيخدعك او حد مش بيمثل عليك او حد اصلا مش حاسس بالمشاعر، انت مش هتحس بالمشاعر دي. فدايما الشعور الدافئ او الدفى او الحب بيعرف بيقدر بيخرج عارف طريقه من القلب للقلب، فعلا بيخرج من القلب للقلب بمنتهى القوه بمنتهى الصراحه منتهى الباشن يعني. فصدقوا مشاعركم صدقوا احساسكم واعملوا قانون الجذب، اعملوا يعني انتوا لو بتحبوا حد ومش قادرين تعترفوا له او مش قادرين مش عارفين بيحبكم ولا، اكذبوه بقانون الجذب، اقعدوا فكروا فيه، تخيلوا يا جماعه الخيال ولكم في الخيال في الخيال حياه. يعني كل ما تتخيل الحاجه اللي انت عايزها كل ما هتحصل اكتر واكتر، كل ما اللي انت هتفكر فيه وتجذبه بطاقتك هتعرف بجد بمنتهى القوه انت تجذبه. فلو بتحبوا حد عايزين تعترفوا له بالحب عايزينه يجي يعترف لكم بالحب، فكروا فيه كتير جدا، فكروا فيه بالطريقه اللي انتوا عايزين تحسوها معاه والطريقه اللي انتوا عايزين تشوفوها معاه، هتعرفوا ازاي توصلوا للشخص ده بمنتهى منتهى المصداقيه في الدنيا. قانون الجذب في فيديوز كتير جدا، في بلاي ليست عن قانون الجذب والتخاطر. شكرا بحبكم جدا جدا، في يا جماعه بلاي ليست عن العلاقات ادخلوا شوفوها، في علامه اي هسيب لكم فيديوز كتيره جدا مهمه مهمه مهمه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس، وكمان تتفرجوا على الفيديوهات القديمه بتاعه العلاقات. ولو احتجتوا اي حاجه يا جماعه ريت ترجعوا لي، وانا ستارتنج من الشهر الجاي هنبدا في استشارات خاصه، هي هيبقى ليها مبلغ صغير جدا من المال، بس دي بتبقى ممكن هتبقى عن طريق سكايب او عن طريق يعني انا احل لكم المشكله ونتكلم عن طريق سكايب او عن طريق ماسنجر، هنظبطها مع بعض لو انتوا بره مصر، او لو جوه مصر ممكن تبقى عن طريق مكالمه تليفون. انا كان في خط ساخن كان هيتعمل بس انا مش مرشحه بصراحه لان ما عنديش وقت ليه، فخلوها نرنج. اي حد عايز يحجز استشاره خاصه يبعت لي على انستجرام وربنا يسهل واظبط المواعيد. ثانك يو بحبكم جدا جدا، شكرا شكرا شكرا، اعملوا لايك للفيديو اشتركوا.